استاذ امراض القلب بجامعه المنوفيه، ورئيس مركز ابحاث مجدي يعقوب، ورئيس شعبه الموجات الصوتيه على الالف في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. دكتور، كنا عايزين نعرف ايه رايك في كارديو اليكس، وحضرتك شايفه انه ازاي ممكن يساهم في ارتفاع مستوى الاداء لاطباء القلب في مصر؟ الحقيقة السنة دي هو مميز جدا. أنا يعني شايفة إن الحضور مكثف جدا عن كل سنة، إنه التنظيم كمان فيه اهتمام شديد بحيث إنه مفيش تأخيرات في المحاضرات. كل واحد فينا عارف السيشن بتاعته والمواعيد، مفيش فيها أي لحظات، حتى ترانسبورت اللي هو الانتقال بين الأماكن الإقامة وبين المؤتمر الحقيقه في غايه السهوله، بالرغم من حتى لو المسافات بعيده. فانا شايفه انه التنظيم عالي جدا، رائع. المحتوى العلمي كمان جديد، وده احنا متعودين في كارديو اليكس ان احنا دايما بنشوف الجديد في التشخيص والعلاج امراض القلب، لكن هو السنه دي مميز بالحضور المكثف. دكتور، اعتقد محاضره حضرتك النهارده كانت عن ضمور وتضخم عضلات القلب، فكنا عايزين نتكلم اكتر عنها، لو حضرتك تكلمينا اكتر. هو طبعا تضخم عضله القلب او الامراض الوراثيه في عضله القلب، كنا زمان قبل الاكتشافات الحديثه في التشخيص بنعتبرها من الحاجات المميته اللي ممكن المريض يعاني فيها جدا، وممكن ما يتمش اكتشافه ويموت فجاه بين اهله. فدلوقتي بعد التطور في التشخيص عن طريق الموجات الصوتيه والرنين المغناطيسي والاشعه المقطعيه، بقى في سهوله في الوصول للتشخيص في فتره قليله وبشكل دقيق. فده طبعا بيحسن جدا على وبيسهل للمريض انه بيروح المركز اللي هو مركز القلب اللي هو متعود يروح فيه، بيتنقل من حجره لحجره فيها كل الادوات اللي بتساعد على التشخيص، وبالتالي هيخليه ما يعانيش بقى من انه يتنقل من مكان لمكان ويوصل للتشخيص بشكل اسهل، وبالتالي العلاج يتم على اساس دقيق. تمام، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وشرفتنا. ميرسي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.